إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فصفة سجود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه في الصلاة. بعد أن يعتدل المصلي من الركوع يرفع صلبه، وهذا ركن، ويقول في أثناء الاعتدال: سمع الله لمن حمده، وهذا واجب، ويرفع يديه عند الاعتدال حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه إن بالغ في الرفع، ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم مأخذه، وهذا ركن، أن يطمئن في القيام، يعني بعد أن يرفع الإنسان من الركوع ويقوم يطمئن ولا يتعجل، لأن السنة في الصلاة التسوية بين الأركان، فلا يكون هذا القيام بعد الرفع من الركوع خطفا، وإنما يستقيم، يعتدل الصلب، يستقر مطمئنا، وهذا الاطمئنان في حد ذاته ركن، وهذا الاطمئنان يحدث بأن يأخذ كل عظم ما أخذه، ويقول في هذا القيام: ربنا ولك الحمد. وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتما، فإنه ورد القيام، أما التسميع فورد الاعتدال، الاعتدال من الركوع والقيام بعد الركوع له ورد، هو سمع الله لمن حمده، هذا الورد هو في هذا الاعتدال من الركوع، يعني ما بين أن يقوم الإنسان من الركوع قائما يقول سمع الله لمن حمده، المأموم يقولها والإمام يقولها أيضا سمع الله لمن حمده، فهذا ورد الاعتدال. وأما ورد القيام: ربنا ولك الحمد، وأذكار كثيرة تقال في هذا القيام بعد الرفع من الركوع، يطمئن الإنسان قائما ولا يتعجل، يسوي بين قيامه هذا وركوعه، فهذا من سنة رسول الله، لا يخطف خطفا، فإن ذلك من الإساءة في الصلاة، وهو من مجانبة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم، فهذه هي السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: الله أكبر وجوبا، ويرفع يديه أحيانا، يعني أحيانا يرفع يديه عندما يهوي للسجود، أحيانا ليس دائما، فيقول: الله أكبر، ويخر على يديه، الخرور على اليدين، ثم يخر إلى السجود على يديه يضعهما قبل ركبتيه، بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التشبه ببروق البعير، يعني إذا نزل الإنسان على ركبتيه أولا فهذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروق كبروق البعير، والبعير إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه، فينزل الإنسان على يديه يخر إلى السجود على يديه يضعهما قبل ركبتيه، فبهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سجد، وهذا ركن من أركان الصلاة، اعتمد على كفيه وبسطهما ويضم أصابعهما
ويوجه الأصابع إلى القبلة، يعني لا يجعل يديه هكذا في حال السجود، وإنما يضم أصابع اليدين ويوجه الأصابع جهة القبلة. وكذلك في حال القيام يجعل أصابع قدميه متجهة إلى القبلة، ويجعل كفيه وهو ساجد حذو من كبيه أو عند فروع أذنيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوبا ولا يبسطهما بسط الكلب، لأن بعض الناس يجعل ذراعيه على الأرض مع كفيه، هذا منهي عنه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بسط الذراعين هكذا كما يبسط الكلب ذراعيه، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، ويمكن أنفه وجبهته من الأرض. وهذا ركن، بعض الناس يسجد على أم رأسه على وسط رأسه ويرفع أنفه عن الأرض، لابد من أن يمكن أنفه وجبهته من الأرض، وهذا كما ترى أمر لابد من الإتيان به، فهو ركن، يعني إذا لم يفعل ذلك يمكن أن يقال إن صلاته باطلة وأنه لم يصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا يمكن ركبتيه من الأرض، وكذا أطراف قدميه، أطراف قدميه يمكنهما ولا يجعل ظهور قدميه إلى الأرض، وإنما يجعل أطراف قدميه ممكنة من الأرض، وكذا يجعل ركبتيه، وينصب أطراف قدميه، وهذا كله واجب، ينصب أطراف قدميه، يقيم قدميه على أطرافهما، ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة أيضا، ويرص عقبيه، يعني يجعل العقبين ملتصقين معا، يرص عقبيه، هذا كله في حال السجود. فإذا هيئة السجود، يخر إلى السجود على يديه يضعهما قبل ركبتيه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتشبه بالبعير. فإذا سجد اعتمد على كفيه وبسطهما، يضم أصابعهما ويوجهها إلى القبلة، ويجعل كفيه حذو من كبيه أو إلى فروع أذنيه على الأرض، ويرفع ذراعيه على الأرض وجوبا ولا يبسطهما بسط الكلب، ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، ويمكن أيضا ركبتيه، وكذا أطراف قدميه. كل هذه الأعظم لابد أن تتمكن من الأرض في حال السجود، وينصبهما، وهذا كله واجب، ويستقبل بأطراف أصابع قدميه القبلة، ويرص عقبيه، يضم العقبين، والعقب ومؤخر القدم، فيرص عقبيه معا. الاعتدال في السجود، ويجب عليه أن يعتدل في سجوده، وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده، وهي الجبهة والأنف معا والكفان والركبتان وأطراف القدمين. بعض الناس في أثناء السجود يرفع قدميه وأحيانا يلعب بهما، يعني يجعلهما في رواح وغدو وهو ساجد، وأحيانا بعض الناس يجعل إحدى القدمين على الأخرى وهو ساجد، يجعل ظهر إحداهما على الأرض والثانية راكبة فوقه، وهذا كله ربما يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأن السجود لابد فيه من تمكين هذه الأعظم من الأرض. نريد أن نخرج من التهريج الذي عشنا فيه ظهورا، وأن نلتزم صلوا كما رأيتموني أصلي، والتهريج الذي يحيا فيه الناس، وأن ربك رب قلوب، وأن هذه الأشياء شكلية، وأن الدين ضاع عندما أخذنا نبحث عن هذه الأمور، هذا كله مما دسه الحركيون عملهم الله بعدله في أذهان الناس. وأما سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينبغي أن تلتزم وأن يعول عليها وألا تهمل، أنت تصلي على مزاجك أنت وبهواك، تعلم والتزم بما تتعلم من هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا حتم أمر أشد من أمر القائد الأعلى لأقل جندي في الجيش، لأنه أمر الله تبارك وتعالى بأن تطيع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فهذا التهريج الذي عشنا فيه ظهرا، إن نلت على ذلك في الإساءة في الصلاة دخلت النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل فصلى بين يديه فقال له بعد أن فرغ من لعبه قال قم فصل فإنك لم تصل، فقام فلعب مرة أخرى، نفس الذي أتى به في المرة الأولى جاء به في المرة الثانية قال قم فصل فإنك لم تصل، لم تصلي، إذن لم تكن في صلاة، كنت في عبث، كنت في لعب، قم فصلي فإنك لم تصلي. فقام فصلى كهيئته التي صلى عليها في المرتين السابقتين، قال قم فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما رأيت، علم، فعلمه. حديث المسيء صلاته حديث معروف، بعد أن علمه قام فصلى كما علمه ثم مضى، فقال والذي نفسي بيده لو مات على ما مات عليه لدخل النار، وهو يصلي. تجد الرجل أو المرأة 60 عاما في صلاة وهو لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا المصلي بين يديه في مسجده صلى الله عليه وسلم قم فصل فإنك لم تصلي، أنت لم تصلي، أنت تلعب، تصلي على هواك، صلي بمزاجك أنت، قم فصل فإنك لم تصل. مرة ومرة ومرة قال لا أحسن، فعلمه، فلما علمه صلى كما ينبغي أن يصلي. قال لو مات على ما كان عليه من أمر صلاته بإساءتها دخل النار. فكم من مصل مسكين يسعى إلى المسجد ويروح ويجيء ولا يعرف كيف يصلي، بل إن كثيرا منهم لا يعرف كيف يستنجي وهو وتد من الأوتاد في المسجد ولا يعرف كيف يتوضأ. تهريج في تهريج، نريد أن نتعلم، وهذه الأشياء إن لم تتعلمها دخلت النار. هكذا قال قم فصل فإنك لم تصل، فلما علمه والتزم قال لو مات على ما كان عليه دخل النار، لو مات جاهلا لا يعرف كيف يصلي كما ينبغي أن تكون الصلاة دخل النار. الناس يشقون على أنفسهم، يبذلون الأموال والأعمار، ينفقون الأوقات والجهود في أي شيء، كالذي يذهب من أجل أن يحج ولا يدري من الحج إلا أمرا واحدا، هو أن يضع يده على شباك النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل من علماء الأزهر اسمه السعيد الشرباصي كتب كتيبا مرة فيه حزن لا يوصف، كان يعمل في إحدى الجماعات في المملكة واستقدم أمه من أجل أن تحج، وكانت امرأة كبيرة بلغت من الكبر المبالغ، وهي من أولئك النسوة الطيبات الجاهلات التي لا يعرفن شيئا. قال استقدمتها، هو كتب هذا بيده، استقدمها وذهبت من أجل أن تحج، واستقبلها وذهب بها إلى مكة فأدى المناسك مباشرة ولم تذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن فرغ من أيام منى هنأها، الحمد لله قد أدينا النسك ولله الحمد رب العالمين، سقطت عنك حجة الإسلام ولله الحمد والمن. فقالت يا ولدي ألن نحج؟ قال هذا الذي كنا فيه ما هو؟ قالت يعني لن أضع يدي على شباكه، هذا هو الحج. هذه التكاليف التي يتكلفها الناس ما قيمته؟ هذا العناء الذي يعانونه، ويذهب الواحد منهم برا أو بحرا ويوضع في العراء ليالي ذوات العدد، وربما يعرض نفسه للموت ويذهب ويعود كما ذهب، عليه دم مرة ومرة ومرة، وربما أتى بمفسد للحج وعاد، ويلزمه أن يحج من قابل، هكذا جبرا أن يحج من قابل. هذا الجهل الذي يحيا فيه الناس كيف يخرجون منه؟ بأن يخرجوا من كبرهم وأن يخرجوا من حيائهم، فإن الجهل تربع بين الكبر والحياء. استكبار على أن يتعلم الإنسان أمر الدين، ستتعلمه ممن؟
أو أن يستحيي أن يسأل في أمر من أمور الدين. وما كذلك كان أمر الأصحاب مع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعلم وانتبه، ولا تأتي المسجد بعد أن أخذت حظك من طعام وشراب لذيذ طيب، إنما هو من نعمة الله رب العالمين، لكي تنام بين يديه. ولماذا تجلس إذن؟ لماذا هذا العناء؟ استيقظ من أجل أن تنقذ نفسك من النار، وتأمل وتعلم واخرج من جهلك. وأما أن نظل هكذا من أهل الجهل المركب، أننا جاهلون ونجهل أننا من أهل الجهل، فإلى متى هذا؟ ولماذا هذا الكبر الذي يكاد يقطع القلوب بنياطها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان في سجوده عليه أن يعتمد اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده، الجبهة والأنف معا، والكفان والركبتان وأطراف القدمين، كل هذا لابد أن يكون معتمدا عليه في السجود على الأرض اعتمادا متساويا. ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقينا، والاطمئنان في السجود ركن أيضا. لابد من الاطمئنان في السجود، يعني لا تنقر في الصلاة، ينزل ويقوم يصنع ماذا؟ حفو الطائر؟ ما هذا؟ أما إذا مكنت هذه الأعضاء الأعظم السبعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها، إذا مكنتها من الأرض واعتمدت عليها اعتمادا متساويا فقد اطمأننت في السجود. تعلم أن الاطمئنان في السجود ركن في ذهن كثير من الخلق، من المصلين للأسف، لا من الذين لا يصلون، من المصلين، أن عليه أن يسجد. وكيف يسجد؟ هو يسجد، وربما أتى بالثلاثة التسبيحات في أقل من طرفة العين أو خطفة البطن. فعلى الإنسان أن يطمئن في السجود ويقول فيه سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر، ويستحب أن يكثر الدعاء فيه، فإنه مظنة الإجابة، ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول. السجود قريب من الركوع في الطول، هناك تساوي بين الأركان في الصلاة. هذه الصلاة أنت واقف فيها بين يدي الله رب العالمين، وهو يريدك أن تقف بين يديه على حالة يريدها هو، لا تريدها أنت، يعني لم يترك لك أن تصلي على هواك، وأن تعبد الله تبارك وتعالى بعبادة تخترعها أنت وتخرج من كيسك ومن بنات أفكارك. هو أرادك عابدا له على نحو حدده، وأرسل إليك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين لك هذا النحو الذي حدده، فعليك أن تلتزم بما أراد الله رب العالمين منه. يكثر الدعاء في السجود، ويجعل السجود قريبا من الركوع، ويجوز السجود على الأرض وعلى حائل بينها وبين الجبهة من ثوب أو بساط أو حصير أو نحوه، يعني أن يفرش شيئا على الأرض ثم يصلي عليه، فيكون هنالك حائل بين الأرض وبين جبهته، لا حرج أن يكون هذا الحائل موجودا من بساط أو من ثوب أو من حصير أو سجادة أو نحو ذلك. ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد، كما لم يجوز أن يقرأ القرآن وهو راكع ثم يرفع رأسه مكبرا، وهذا واجب، يعتدل من السجود. الافتراش بين السجدتين، أن يفترش يرفع رأسه مكبرا، وهذا واجب، يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وهذا ركن، ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، وهذا واجب، وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها، أي التي نصبها، القبلة. الرجل اليسرى يفترشها ويقعد عليها، وأما الأخرى فإنه ينصبها ثم يستقبل بأصابعها القبلة. هذا هو الافتراش.
ويجوز الإقعاء أحيانا في الجلوس أو القعدة بين السجدتين، يجوز له أحيانا الإقعاء، وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، أن يقيم قدميه معا ويجعل إليتيه فوق عقبيه، هذا هو الإقعاء. يجوز هذا أحيانا في هذا الموضع، ويقول في هذه الجلسة: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني، اللهم تقبل يا رب العالمين، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني. وإن شاء قال: رب اغفر لي، رب اغفر لي، سهل، رب اغفر لي، رب اغفر لي، فيما بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بالفرج ونحفظ العقدة العسيرة. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني، صعبة، دعها جانبا، خذ بالسهل: رب اغفر لي، رب اغفر لي. ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجدته، لا يقوم ويقعد، نلعب، نحن جينا لنلعب، ليس في الدنيا خارج المساجد مكان يلعب فيه، فنأتي نلعب هنا. السجدة الثانية: ثم يكبر وجوبا ويرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، ويسجد السجدة الثانية وهي ركن أيضا، ويصنع فيها ما صنع في الأولى، مثل السجدة الأولى تماما بتمام. هنالك جلسة تسمى جلسة الاستراحة، إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثانية، وكذلك إذا قام من الثالثة إلى الرابعة، يكبر ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، تسمى جلسة الاستراحة. عندما يفرغ من الركعة الأولى ويقوم للركعة الثانية، وكذلك إذا فرغ من الركعة الثالثة وأراد أن يقوم إلى الرابعة، يجلس مفترشا رجله اليسرى مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية، وهذا ركن، ويصنع فيها ما صنع في الركعة الأولى، إلا أنه لا يقرأ في الركعة الثانية دعاء الاستفتاح، ويجعل هذه الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد وهو واجب، ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين. كثير من طلاب العلم يجلسون متوركين في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، وهذا خطأ، ليس من السنة. التورك لا يكون إلا إذا كان في الصلاة تشهدان، فيكون التورك في التشهد الثاني، وأما في التشهد الأوسط أو في التشهد في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، كأن يصلي ركعتين تحية المسجد الاستخارة، أو ركعتين الصبح القبلية، أو فريضة الصبح نفسها، فإنه يجلس مفترشا ولا يجلس متوركا، فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا أن هذه الأشياء ينبغي أن تراعى بميزان وبضبط، التساوي بين الأركان، أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى نحو ما، فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد وهو واجب، ويجلس مفترشا فيبسط رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويوجه أطراف أصابعها إلى القبلة، ولكن لا يجوز الإقعاء ها هنا، لا يجوز الإقعاء ها هنا، هو أن ينصب قدميه ويجلس بإليتيه فوق عقبيه، فهذا الإقعاء لا يجوز ها هنا.
ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه، لا يبعده عنه، هيئة منضبطة جدا. يضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه ولا يبعده عنه، ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته، لا أن يسحبها إلى الخلف ويلزقها بجنبه، ولكن يجعل كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى ممدودة وركبته اليسرى، ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يديه وخصوصا اليسرى، يحرك الأصبع وينظر إليها، يقبض أصابع كفه اليمنى ويضع إبهامه على أصبعه الوسطى تارة، وتارة يحلق بهما حلقة، ويشير بأصبعه السبابة إلى القبلة ويرمي ببصره إليها، فيكون في أثناء الجلوس في التشهد ناظرا إلى أصبعه التي يشير بها، ويشير بأصبعه السبابة إلى القبلة ويرمي ببصره إليها ويحركها، يدعو بها من أول التشهد إلى آخره، يدعو بها، وهي أشد على الشيطان من الحديدة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويفعل هذا في كل تشهد ولا يشير بأصابع يده اليسرى. بعض الناس يجعل هذا الأمر تابعا للهوى، فتجد يحرك أصابع اليد اليمنى بطريقة منتظمة أحيانا وأحيانا غير منتظمة، وكذلك اليسرى تلعب أحيانا تأخذ شوطا في لعب، أو يحرك السبابتين معا، أو عندما يسلم يقلب يده أو كفه اليمنى، إذا ما سلم جهة اليمين وإذا ما سلم جهة اليسار قلب يده اليسرى. الصلاة مفتوحة للاجتهاد، صيغة التشهد والدعاء بعده. التشهد واجب، إذا نسيه سجد سجدتي السهو، واجب لا ركن، ويقرأه سرا، وصيغته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ابن مسعود بعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام عليك أيها النبي، لأنه كان حيا بيننا صلى الله عليه وسلم، فلما توفاه الله كان يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى التشهد. الناس يقولون هذا نصف التشهد، هو هذا هو التشهد، وأما الذي يأتي بعد هذا التشهد فهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن شئت الاختصار قلت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فيدعو به، ثم يكبر وجوبا ويرفع يديه أحيانا، ثم ينهض إلى الركعة الثالثة. تأمل في التشهد الأوسط يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بنصف التشهد كما يقولون، لابد أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن التشهد الأوسط ينبغي أن يكون سريعا، كأنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه على الرضف، يعني على الحجارة المحماة، فكان يسرع فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يقوم منه. وأما التشهد الأخير فإنه يركض فيه
لأن له أذكارا أخرى تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وفيه يستحب الدعاء، بل إن الدعاء فيه أرجى للقبول من الدعاء بعد الصلاة. الدعاء بعقب التشهد من المواطن التي يرجى فيها القبول، أن يجتهد الإنسان في الدعاء بعد أن يفرغ من التشهد. يقوم إلى الركعة الثالثة والرابعة مكبرا وجوبا، ويكفي الليلة ركعتان، والله المستعان. فنجتهد في التعلم لنخرج من حد الجهل إلى حد العلم، فإن الناس إنما تتفاوت قيمتهم دنيا وآخرة بالعلم. العلم يرفع الخسيس، العلم يعلي الوضيع، العلم زين وتركه شين. وعندما تكلم الفقهاء عن شروط الكفاءة في الزواج، يعني ينبغي أن يكون هنالك تناسبا بين الزوج والزوجة، فلا يأتي وضيع إلى شريفة، لأن الحياة لا تستقيم بينهما أبدا، وإنما هنالك نوع من أنواع الكفاءة في الزواج. قالوا إلا العلم يتخطى جميع الحدود، العالم كفء لبنت السلطان، العالم كفء لبنت السلطان إلا العلم، لا يوازيه شيء أبدا، لا جاه ولا منصب ولا مال ولا شيء، كل ذلك تحت الأقدام عند العلماء. ولا يخفى عليك أن أكبر رأس تكون في أي بلد تكون عند مستوى قدمي الإمام الخطيب يوم الجمعة، معلوم. والحكام يحكمون في الناس، والعلماء يحكمون على الحكام. تعلموا وأتوا بالجهال من الشوارع لكي يتعلموا الشراد الأباط الذين يتتبعون أولئك الجهل الذين لا يعلمون، عليهم أن يتعلموا حتى يخرجوا من الجهل الذي يتساوون فيه مع البهيمة العجماء، يخرجوا من الجهل إلى العلم. ولأن تصبر على ذل التعلم ساعة لتنعم بعز العلم بقية العمر، هذا خير من أن تعيش في ذل الجهل عمرك كله. فنتعلم ونكسر الجهل بكسر الكبر وبكسر الحياء، لكي نتعلم، لكي نخرج من الجهالة، من الظلمات إلى النور. وهذه أخص الخصائص كما رأيت، عندما تتأمل فيها تقول سبحان الله. وأولئك المساكين الذين لا يعرفون قراءة ولا كتاب، هؤلاء الذين تعلموا الصلاة لا تجري على أيدي من، هؤلاء كيف يصلون؟ إذا كانت المسألة بهذه الصورة لا صعوبة فيها، وإنما هي معرفة وعدم معرفة، علم وجهل، هؤلاء المساكين كيف يصلون؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الرجل الذي كان في عصر النبوة يصلي بين يديه وقال له قم فصل فإنك لم تصل، مر ومر ومر، فلما قال لا أعلم علمني، علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام قال لو مات على ما كان عليه لدخل النار. لم يعذره، لأن العلم مبذول أمامه وهو الذي يصدف عنه، لو مات على ذلك دخل النار. اطمئن ونعرف كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي، حتى لا نعني أنفسنا ونتعب أنفسنا ونبذل الأموال في طلب أداء العبادات ثم في النهاية لا نتحصل على شيء. فنسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.